عسلامة، مرحبا بيكم، توحشتكم، جيت نطلع عليكم. تتفكروا ما والحلقة اللي فاتت مريومة جيت وسطني عليكم، قلت نجي نطل، نجموا تعتبروني أختكم وإلا أمكم وإلا صاحبتكم اللي تحفظ أسراركم. برشا محبة باش ندخل معاكم في برنامج عز نفسك تصيبها. عز نفسك تصيبها أحسن مثل وأحسن جملة خلوها لنا جدادنا مزيانة. حبيت نجي هكا نحكي معاكم، هذاك علاش نحب نقولكم انت يلي في الكوجينة اسمعني، حل جوهرة وحاول تسمع اش قاعدة باش نقول، وانت يلي في التاكسي خليك مع جوهرة، ولي في القهوة ولي في بيروها قاعدة تخدم حل البيسي وحط معاك جوهرة، واللي عنده شوية وقت ينجم يحل التلفزة ويلقى جوهرة تي في على التردد 11657 فيرتيكال، تلقاوها على النايسات في نفس الباقة متاع القنوات التونسية. مريومة كي مشيت قالت لي أعمل طلع على المساجات متاعنا على الصفحة متاع عز نفسك تصيبها. طليت قريت عليكم أمان الله، أنا حسيت برشا بمشاكلكم، حبيت نحكيها معاكم. أما لاحظت حاجة، اللي المشاكل هذه كلها تبدأ عندها بداية وعندها وسط وعندها نهاية. تبدأ من الأول كيفاش تعرفنا، ومن بعد كيفاش ارتبطنا، ومن بعد فما برشا عباد تلزوا للفريق. قلنا نبدأ الحكاية من الأول ونشوف المشكلة وين، زعما احنا الغالطين ولا الاخرين غالطين. استلم عز نفسك تسيبها كل حد التسعة متاع الليل مع وحيدة دريدي على جوهرة FM TV. الدنيا ما فيها.